الطرف يتابع بيستني الكرة العالية والطويلة، الكرة السلالية على الجبهة اليمنى، الاستلام ليندي متابعة في مكان يبحث عن المرور على الجبهة اليمنى، والسهران يمر بتمريرة للدوسري إلى الشبيل، يحاول مبارك مسالة خلف الكرة، يقاتل كرة تقطع للغامدي، نعم غامدي للملة، عالي على الجبهة اليمنى، أحمد مطر يتدخل، إذن هنا مع حكم اللقاء يطلق صافرته، فارنا نهاية الشوط الأول بكامل السلم هنا، إلى أن نلتقيكم في الشوط الثاني بإذن الله. ركلات الترجيح هل سنذهب إلى الفاصل؟ هو ركلات الترجيح نعم في دوري الثمانية وآخر مباراة من دوري الثمانية، الآن لم نتوجه إلى ركلات الترجيح. كتيبة التعاون بالفعل، إذا محمد يترك مكانه لمن؟ للأحمر، نعم الأحمر يدخل في هذه اللحظات، نتابع ونشاهد الكرة خلف الشهري، ينظر الشهري في مكان جميلة، الكرة الثانية عدت ومرت على الجانبية خلف محمد الشنيلي، يلعب الكرة في المنتصف إلى الملة، الملة ينطلق أمامي الكرة للقحطاني، يبعد عن دوران من هنا، إذا نلتقيكم في ركلات الحظ بإذن الله.